أن لا يبقى شيء اسمه حدود، لا يبقى شيء اسمه حدود، لأن ما في حواجز بين المواطن المصري ولا السوري ولا أي مواطن. عرفت شلون؟ ما في أي حواجز. فالحدود من وضعها؟ وضع الاستعمار. إن شاء الله ستزال هذه الحدود. إن شاء الله. بإذن الله. يعني أستاذ راح يصير في تواصل مع أنا بالحواجز. نحن الشباب الأحواز دائما بيطلعوا معنا بالمظاهرات. هون الموجودين في اتصال بيننا بين تنسيقية. شباب الثورة السورية في مصر وبين شباب أحواسية. يعني شلون الفكرة يعني يصير انه نقدر ندخل مستحدث واي شيء او حلش عالي. ممكن في رابطة هون موجودة. في رابطة للأحواسيين موجودة هنا. شكرا. الله يبارك. شكرا.